السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. مباراة ديال الربع النهائي الجائزة الأولى جمع بعد قليل تريبلات خالد حسناوي عمر الصغير عبد الحق الصغير الصوت جواد حمزة خربوش وأيوب من نادي ستار المغربي. هذه الجولة الأولى من المباراة ديال الربع النهائي الجائزة الأولى. كتجرى هنا ملاعب نادي الساكنية للكرة الحديدية. عطيكم التشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة لثلاثة أستار المغربي مع كل أجواد حمزة خربوش وأيوب. تريبلات النادي الساكنية للكرة الحديدية خالد الحسناوي عبد الحق الصغير مدعمة بعمر الصغير لاعب نادي الوطية لمدينة طنطان. الجولة الأولى وضربة موفقة ديال عمر الصغير، نتيجة 0-2 ما بين تريبلت نادي الساكنية ونادي ستارت المغربي. المباراة كتلعب على 13 ابتداء من دور الربع النهائي. حمزة خربوش كذلك تيقوم مشكورة باقي البوان تريبلت نادي الساكنية. الدوري تعرف مشاركة 78 ثلاثية من مختلف الأندية والعصابة المنضوية تحتوي على الجمعية الملكية المغربية للكرة الحديدية. Thank you.
ثلاثة نقاط لصالح تركات نادي السفنية 3-0. ثلاثة نقاط لصالح تركات نادي السفنية لكرة خالدية. خالد الحسناوي الحق الصغير مدعمة بعمر الصغير. المباراة ديال الربع النهائي الجائزة الأولى. كونتر تريبليت محمد أجواد حمزة خربوش وأيوب من نادي ستاد المغربي لعصبة الوسط. كتجمع تريبليت محمد أجواد حمزة خربوش وأيوب نجم من نادي ستار المغربي. كونتر تريبليت خالد الحسناوي عمر الصغير عبد الحق الصغير من نادي السكنية للكرة الحديدية في إطار الدوري السنوي الرسمي للنادي. نتيجة 3-0 لصالح تريبليت خالد الحسناوي من نادي السكنية. حمزة خربوش ضربة موفقة تخرج كرة. المرأة عمر الصغير غادي يضرب على الكوع. عمر الصغير في خمس كرة فقط ما تخرجهاش. محيدة من طريق خالد الحسناوي يدير واحد الكون. نتيجة 3-0 لصالح تريبليت نادي السفنية نادي سيس بيتا.
تنظن كاين كاين شكوك يعني البوان ما باينش إذن جواد عاد يضرب الكرة المحاولة ديال أجواد اللي غادي يضرب الكرة غادي يضرب على البوان الكرة ديال أيوب تطيح مال طومبي تجي بعيد الكرة ديال أجواد تنظن مشات شوية بعيد ضربة موفقة للعمر الصغير ان جوج كرات عند عبد الحق الصغير مدافع النقاط عندهم جوج في الارض جوج نقاط اضافيه لصالح تريبلات نادي السكنيه 5-0
النتيجة المسجلة حتى الآن فهي 5-0 لصالح تريبلات نادي السكنية. خالد حسناوي، عمر صغير، وعبد الحق صغير. مباراة كتلعب على 13، مباراة ديال ربع نهائي الجائزة الأولى كتلعب من ملاعب نادي السكنية لكرة حديدية مدينة القنيطرة. ضربة موفقة ديال حمزة خربوش. عمر الصغير كذلك ضربة موفقة تخرج كرة كتبقى فورتو في اللعب. نتيجة 5-0 لصالح تريبلات خالد حسناوي. عبد الحق صغير من نادي السكنية مدعمة بعمر صغير من نادي طنطان عصبة سوس الصحراء. كذلك حمزة خربوش ضربة موفقة تجاوبو يعني ضربة. مرة أخرى عمر صغير. كرة ثانية ديال عبد الحق تيربح بها البوان. ضربة موفقة للأجود تخرج كرة. برافو عمر الصغير تيهرس تيربح البوان. محاولة الأجواد اللي غادي يضرب على النقطة يضرب على جوج. برافو أجواد ضربة موفقة تيبقى كارو. Thank you.
إذن أربعة نقاط لصالح تريبلت نادي ستاد مغربي نتيجة تتغير تصبح 5-4. سيمون نتيجة تتغير تصبح 5-4 خمسة عن تريبلت نادي السفنية 4 عن نادي ستاد المغربي في المباراة ديال الربع النهائي الجائزة الأولى كتلعب هنا بمدينة القنيطرة بالضبط من ملاعب نادي سي اس بي كا في إطار الدوري الثانوي الدوري الثانوي الرسمي لنادي السفنية الكرة الحديدية اللي خلدت السنة مرور 50 سنة على تأسيس ديالو. برافو أجود بيان بوانتي في ربح بوان برافو حمزة خربوش ضربة موفقة خرج كورة كرة ديال عمر الصغير صداع النتيجة فهي 5-4 5 عند نادي السفنية 4 عند نادي ستاد المغربي في المباراة ديال الربع النهائي الشامبيونو اللي كيتجرى هنا من ملاعب نادي السفنية للكرة الحديدية بمدينة القنيطرة. Thank you.
Carte finale, deuxième concours. Demi-finale. Afkari contre Bessir. Afkari contre Bessir. Demi-finale, deuxième concours. Bessir. Yalla Kawan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الأثناء تلتحق بنا واحد الوفد يتكون من السي كريم برلماني بإقليم مدينة القنيطرة وكذلك الأستاذ زويني رئيس مجلس الجماعي ديال سيدي حيا وكذلك السي العلوي نائب رئيس الجامعة الملكية للكرات الحديدية والأستاذ خالد إزوار كذلك نائب رئيس الجامعة الملكية للكرات الحديدية ومعنا كذلك الأستاذ حربان والسحمات المدير كذلك منظف فيدرال تبارك الله الإخوان مرحبا بهم وإن شاء الله هذا النادي هذا سيرجع له البريق كما كان سابقا إن شاء الله وتحياتي ومرحبا بالحضور تحية للحكام تحية للمنظمين تحية للنادي تحية للجميع الإخوان نقطة إضافية لصالح تريبلات نادي الصاد المغربي 5 مقابل 5 التعادل 5 مقابل 5 النتيجة فهي 5 مقابل 5 ما بين تريبلات نادي الصاد المغربي ونادي الساكنية نتيجة مسجلة لحد الآن هي 5 مقابل 5 ما بين تريبلات نادي الصاد المغربي ونادي الساكنية النادي المنظم للدوري اللي كيتلعب هنا بملاعب نادي الساكنية نادي سي اس بي كا بمدينة القنيطرة في إطار الدوري السنوي لعصبة الشمال الغربي وبمناسبة الذكرى 50 لتأسيس النادي برافو حسناوي تيربح البوان نتيجة 5 مقابل 5 المحاولة ديال حمزة خربوش كرة ديال حمزة خربوش سداء كانت هذه ضربة موفقة لحمزة خربوش تذهب كرة تخرج الان البوان عند تريبلات نادي الصاد المغربي
ان عمر الصغير اللي غيضرب كره. برافو أشواد، ضربة موفقة، نقطة إضافية، 6 5 6 نادي صلاد المغربي، 5 نادي السادنية. النتيجة المسجلة لحد الآن فهي 6 مقابل 5، 6 عند نادي صلاد المغربي، 5 عند نادي الساكنية. مباراة ديال ربع النهائي، الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا من ملاعب نادي سي اس بي كاب مدينة القنيطرة. I'm going to go to the hospital.
برافو عمر صغير ضربة موفقة خرج كورة وتبقى ثارة تريبلت الجواد من نادي الشطاط المغربي مابقاش عندهم حتى كره في حين باقي ثلاثه د الكرات عند تريبلت خالد الحسناوي نتيجه 6 ل 5 لصالح تريبلت 6 ل 5 لصالح تريبلت نادي السفنيه برافو الحق ضربه موفقه
الموسيقى كارو. ثلاثة نقاط إضافية لصالح حلفيات نادي الساكنية 8-6 8 نادي الساكنية 6 نادي ستاد المغربي. النتيجة كتغير تصبح 8-6 8 عند النادي الساكنية 6 عند النادي ستاد المغربي في المباراة ديال الربع النهائي الجائزة الأولى. المباراة ديال أيوب بيان بوانتي تيربح البوان. الإخوان كنعلنوا على أن غدا إن شاء الله كاين النادي السليماني الكرة الحديدية غادي ينظم الدوري السنوي ديالو، والأسبوع القادم إن شاء الله السبت القادم 24 شو تنبير نادي الكاكبي حماد ينظم الدوري السنة ديالو، ونهار الحد كاين مقرصات، إذا كاين السبت والحد الأسبوع القادم كذلك. والآن اللي بغيت تسجل غدا إن شاء الله فاللائحة مفتوحة يلتحق بطاولة التحكيم.
كانك موسيقى لا تقول الله تقول ولا تفهم ولا قولوا تخيك موسيقى لا قال هذا ما معقوله من تريبليت نادي استاد المغربي ونادي السكنيه مباراه ديال الربع النهائي اللي كتلعب على 13 كتلعب هنا ملاعب نادي السكنيه للكره الحاليه في اطار الدوري السنوي الرسمي لنادي سانس بيتر عاصمه الشمال الغربي خربوش تيقمش او كيضرب كاسكت نتيجه متعادله 8 مقابل 8 ما بين تريبليت استاد المغربي وتريبليت نادي السكنيه للكره الحديديه النادي المنظم لهذا الدوري برافو ايوب تيربح الكوان عمر الصغير الدوري عمر الصغير غادي يضرب كوره غادي يضرب على النقط عمر الصغير تيخطا في تضرب الكره ديالهم
عمر صغير يصلح يدير جوج في العرض. هذا الضربة ديال عمر الصغير كيدير جوج في الأرض. برافو الحق، ضربة موفقة. نصف النهائي الثانية، الجائزة الثانية غتجمع ما بين ثلاثية النقط والمدن. النقط كونتر المدن، يونس النقط. برافو الحق، ضربة موفقة. إذن ثلاثة نقاط، ثلاثة نقاط إضافية، صبح نتيجة 11 مقابل 8. حاضر لكتاب بعد المباراة. نتيجة 11 مقابل 8 لصالح تريبليت نادي السكنية. نادي المنظم كونتر تريبليت نادي الصاد المغربي، مكون كل من أجواد حمزة خربوش وأيوب نجم. 11 مقابل 8 مباراة ديال الربع نهائي الجائزة الأولى. ضربة ديال حمزة خربوش
حمزة خربوش سي مشهورة ولكن ما زلتيش باقي الفوارة في البلاد نادي السفير. برافو برافو حمزة خربوش ضربة موفقة عندما جوج في الأرض. مرة أخرى خالد الحسناوي الكرة ديال الحسناوي جدا الحق الصغير تيربح البوه المحاولة ديال الأجود ثلاثة كرات جوج كرات ثلاثة كرات النادي السكنية باقي لنا جوج كرات النادي ستاد المغربي. برافو الحق تيربح الكرة ضربة موفقة للأجود كان جوج كرات عند نادي ستاد المغربي جوج كرات عند نادي السكنية برافو عمر الصغير تيربح الكون عندو ديال ايوب اللي غادي يضرب الكرة غادي يصطاد المغربي اللي غادي يضرب على النقط غادي يضرب على جوج ضربة موفقة للأيوب كيضرب على جوج بقى كرة واحدة عند عمر الصغير النقاط ضد المدة عندنا نقطة إضافية 12-8
نتيجة كتغير تصبح 12 مقابل 8 12 عند نادي السكنية 8 عند نادي الاستاد المغربي في المباراة العربة النهائي الجائزة الأولى تجرى هنا ملاعب نادي السكنية في إطار الدوري السنوي الرسمي للنادي في إطار البرنامج السنوي لعصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية الخاصة بالدوريات الرسمية. ضربة موفقة لعمر الصغير برافو عمر الصغير مرة أخرى تخرج كورة ضربة موفقة لعبد الحق الصغير نتيجة مسجلة حتى الآن فهي 12 مقابل 8 تنظر محاولة ديال الأجواد اللي غادي يضرب البوشون
محاولة لإلغاء هذه الجولة. تيخرج اذا جوله ملغات، النتيجه كتبقى على حالها 12 مقابل. إذا النتيجة كتبقى على حالها 12 مقابل 8، 12 عند تريبلات نادي السكنية، 8 عند نادي ستاد المغربي. بعد قليل أجواد تلغي الجولة، تضرب البوشون. نتيجة مسجلة لحد الآن في 12 مقابل 8 لصالح تريبلات نادي السكنية للكرة الحديدية. مباراة ربع نهائي الجائزة الأولى. Thank you.
بالنسبة للنتيجة فهي 12 مقابل 8. النادي استاد المغرب عندهم جوج في الأرض. عندهم جوج في الأرض وباقي عندهم دوبول في يديهم. إذن عندهم ثلاثة في الأرض حالة ما أجود إلى زيادة يقولوا 12 بارتو 12 تيدك شيء تيدير تزيدو فعلا زيادة شكرا
إذا تنتهي المباراة بفوز تريبليت نادي ستاد المغربي، تحياتي لكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.